معنا الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي الكبير. كابتن جهاد صباح الخير على حضرتك، مشرفني ومنورني حضرتك وعلى كل مشاهدينك، وبصبع كابتن عصام مرعي والكابتن كابتن جهاد. مساء الخير يا كابتن حبيبي، مشرف ومنور، ربنا يخليك كابتن. يا كابتن جهاد، النهارده المباراه تحكيميا اوفر اول يعني بشكل عام، يعني شفتها ازاي؟ والله النهارده محمد عادل والحكام والمساعدين اللي معاه وطاقم الفار بصراحه عملوا صوره محترمه جدا للتحكيم المصري النهارده، قدموا يعني تابلو كويس جدا قوي للتحكيم المصري. ما اختلفناش معاه النهارده في تحليل في الماتش النهارده في قرار محمد، كان مركز جدا وطاقم المساعدين اللي معاه وحكام الفار عملوا ماتش كويس جدا. كل القرارات الحمد لله الاساسيه والمؤثره في المباراه سواء من ركلات جزاء كروت ملونه، قصه مشي بالماتش كويس جدا. في وقت من الاوقات تم اداره المباراه بصوره محترمه، يعني لقطه زي بتاعت طارق حامد ان هو يديله انذار ويديله ظهره بعد كده، ده حكم بيدير عشان ما يوصلش للكارت الاحمر في مباراه كبيره زي كده، فده معناه ان الراجل مركز جدا والراجل عمل مباراه محترمه جدا من البدايه للنهايه واشادنا بيه اشاده محترمه جدا النهارده. ضربتين جزاء للاهلي، ضربه جزاء للزمالك، دي كفيله ان تخلي اي مباراه تتكهرب يعني؟ لا، ما هو لما الحكم يبقى واخد زي بطوله محترمه وشايف بين اللعيبه وحاسب واخد قراره قبل ما الفار يديله القرار ومتاكد من قراره والفار ياكد على قراره، فده كل ما تحسب ركله نفسيا ومعنويا انت في الملعب بتعلى، فبتعلى مع رتم المباراه، بتعلى مع ادائك. طيب، فعمل شغل كويس قوي النهارده. في كورتين عايز اتكلم معاك فيهم عشان ما اكلمكش في المباراه كلها يعني، بس الكوره اللي هي ضربه جزاء النادي الاهلي كان في كوره في ارض الملعب وقت ما علي معلول كان بيشوط ضربه الجزاء الثانيه، دي قانونا صح؟ يعني ده قانون مش المفروض ضربه الجزاء تتعاد؟ لا ما تتعادش يا كابتن كريم، الكوره دي السؤال بيتسال كالاتي، الكوره دي اثرت في اللعبه ولا لا؟ الكوره دي موجوده في الملعب اه بس لم تؤثر في اللعبه، وبالتالي وجودها كان لم تكن موجوده، وحتى محمد شطه طلعها مش مشكله خالص، كانها مش موجوده، الكوره موجوده بعيد خالص عن مسار اللعبه، عن اللعب ما اثرتش في اللعبه خالص، ما فيش تداخل في اللعب، الكوره باينه اهي، وبالتالي الكوره يعتبر عنصر خارجي ما لم يتدخل في اللعبه، وبالتالي كان لم يكن، كان لم يكن. طيب، برضو من اللقطات اللي كانت مثيره للجدل او بعض الناس اتكلموا، حتى الكابتن سامي امصان سال ان كان ضربه جزاء ولا لا، هي ضربه جزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك، شايفها ضربه جزاء صحيحه؟ ركله الجزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك كل الناس بصت على علي معلول، اللي عمل خطا، اللي عمل خطا مش علي معلول، اللي عمل خطا لو حضرتك تيجي باللقطه انا قدام التلفزيون، اللي عمل خطا مش علي معلول خالص، اللي عمل الخطا هو رقم 8 على ما اتذكر حمدي فتحي. حمدي فتحي هو اللي عمل خطا، الرجل الشمال بتاع حمدي فتحي اتحركت خدت خطوه قدام رجل، لو جبتها في لقطه ثانيه محمد عادل كان في زاويه رؤيه محترمه جدا، شاف اللي حصل بالظبط تفاصيل، الرجل الشمال لاعب الاهلي اتحركت اهي قدامك اهي وهي دي اللي هي دي اللي عملت الاعاقه، الرجل الشمال اللي قدامك في الصوره هي دي اللي عملت الاعاقه، هي دي اللي عملت ركله الجزاء، لكن علي معلول ما عملش حاجه، يعني علي كل الناس كانت بتتكلم عن علي معلول، علي معلول ما جاش شمته خالص، هي حمدي فتحي حركه الرجل الشمال ديت وخدت الخطوه اللي عملت الاعاقه للاعب الزمالك، وبالتالي ركله جزاء صحيحه من زاويه رؤيه صحيحه وتم مراجعتها من الفار وتم التاكيد بيها.